أهلا بكم إلى أسبوع الصحافة، وإليكم أبرز العناوين. المدى العراقية هجمات على ساحات الاحتجاج تزامنا مع وعود الكاظمي بمحاسبة قتلة المحتجين. القدس العربي نقلا من نيويورك تايمز: هل ستقود احتجاجات الأمريكيين على مقتل فلويد إلى خسارة ترامب في الانتخابات؟ وفي تقرير للشرق الأوسط: الديون والفقر ما بعد كورونا يشغلان تفكير المؤسسات الدولية. في زاوية مقالات: الكاظمي في مواجهة استحقاقات أزمات خطيرة لمحمد عاكف في البيان الإماراتية. ويتساءل عبدالله العليان في عمان العمانية: لماذا تتعثر الحداثة في واقعنا العربي؟ فاصل وتأتيكم التفاصيل. قالت صحيفة المدى العراقية إن هجمات تجري على ساحات الاحتجاج تزامناً مع وعود الكاظمي بمحاسبة قتلة المحتجين، وذلك بقيام بعض الجماعات المجهولة بمهاجمة ساحة التحرير وإحراق الخيم. ويحذر ناشطون من وجود حملات انتقام وتصفيات للمتظاهرين تجري بشكل يومي فيما تغطي عليها أحداث كورونا. ويقول الناشط أحمد علاء إن الأحزاب السياسية تجند بعض الشخصيات المشبوهة والمراهقين لمهاجمة الساحة حتى تبعد الشبهات عنها، وأغلب هذه الهجمات وعمليات الخطف تنفذ من منطقة البتاوين القريبة من ساحة التحرير. أكدت صحيفة العربي الجديد اللندنية أن الرصاص الحي استخدم ضد متظاهرين نجف واستمرار الاحتجاجات في المثنى والقادسية، إذ استخدمت القوات الأمنية في محافظة النجف الرصاص الحي والغازات ضد متظاهرين تجمعوا أمام مبنى المحافظة، الأمر الذي أدى إلى إصابات وحالات اختناق بين صفوف المتظاهرين. كما تظاهر المئات في محافظتي المثنى والقادسية للمطالبة بالإصلاح. وعبر الناشط أسعد الناصري من ساحة الحبوب في ذي قار عن استغرابه من القمع الحكومي لتظاهرات النجف، متسائلا ماذا فعل شباب النجف لتوجه لهم الضربات المباشرة بنفس أسلوب القمع الذي رأيناه في حكومة القناصين، مضيفا: القمع ليس هو الحل إلا في لغة الأحزاب المتحكمة بالملف الأمني. قالت صحيفة العرب اللندنية إن الحكيم يعد لكتلة برلمانية تدعم الكاظمي وتواجه تقلبات الصدر. وتضيف العرب: يقود عمار الحكيم شخصيا جهود دعم الكاظمي معتبرا إياه آخر الفرص المتاحة للطبقة السياسية الحاكمة قبل أن ينفجر غضب الشارع مجددا وينتهي إلى ما لا تحمد عقباه. ويعتبر مراقبون أن انضمام العبادي للكتلة الجديدة سيعزز رصيد السياسة ويمهد لتفاهمات على أمل وضع حد للتقلبات الصدرية التي تناقض نفسها في أحيان كثيرة. تتساءل القدس العربي نقلا من نيويورك تايمز: هل ستقود احتجاجات الأمريكيين على مقتل فلويد إلى خسارة ترامب في الانتخابات؟ وتقول جينيفر سينيور كاتبة الرأي في نيويورك تايمز إن المعلقين تنبأوا مرارا بخسارة ترامب، لكن اللحظة الحالية مختلفة. وفي مقالها المعنون: هل هذه نقطة التحول لترامب؟ فقد وصلت إلى نقطة لا رجعة مع هذه الإدارة، لأن ترامب أثبت أنه مصاص الدم للسياسة الأمريكية وتصفه بلا قلب، فأساليبه القديمة التي كانت ناجحة بدأت تفشل وبشكل ذريع. قالت صحيفة الشرق الأوسط في تقرير لها إن الديون والفقر ما بعد كورونا يشغلان تفكير المؤسسات الدولية. وتقول المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن بعض من الدول الأكثر فقرا في العالم ودول الأسواق الناشئة قد تحتاج إلى إعادة هيكلة ديونها في المستقبل، مضيفة أن الاكتفاء بتجميد مدفوعات الدين ربما لن يكون كافيا. ويؤكد البنك الدولي ضرورة وجود سياسات تعكس أشكالا جديدة من الوظائف ومنشآت الأعمال وأنظمة الحوكمة وإعادة بناء الثقة وتيسير نمو الاستثمارات. أما الآن فأنقلكم مشاهدينا إلى الكاريكاتير.
في زاوية مقالات يكتب محمد عاكف في البيان الإماراتية: الكاظمي في مواجهة استحقاقات أزمات خطيرة. ويرى عاكف أن الملفات التي تدفع بالعراق نحو الهاوية تزداد تراكما، وأن ثوابتا لا مفر من أخذها بنظر الاعتبار عند تحليل الواقع السياسي العراقي الحاضر ومآلاته المستقبلية في ضوء التوازنات الإقليمية والدولية، وأن الحضور الإيراني في الحياة السياسية العراقية على مدى السنوات 17 المنصرمة كان أكثر وضوحا من حضور غيره. ومن الخطأ تصور أن موقع الملف العراقي في تسلسل أضابير الأمن القومي الأمريكي قد تراجع إلى مرتبة ثانوية الأهمية. ويكتب عادل المطيري في العرب القطرية: سياسة ترامب تجاه حادثة فلويد. يقول المطيري: يعج التاريخ الأمريكي القريب بالتظاهرات والاحتجاجات الكبيرة والعنيفة ردا على حوادث عنصرية، ولم يتحدث ترامب مطلقا عن مشكلة العنصرية رغم أنها هي العضال المزمن الذي يقف خلف الجريمة البشعة ضد فلويد. ويخلص المطيري بالقول: ترامب في أواخر العام الانتخابي ومعروف عنه أنه شخص انتهازي، وبعد أن تداعت كل إنجازاته الاقتصادية بسبب كورونا والتي كان يتباهى بها وتقصيره الواضح في مواجهتها، فلن يتورع عن استخدام أي شيء للفوز بهذه الانتخابات. أخيرا يتساءل عبدالله العليان في عمان العمانية: لماذا تتعثر الحداثة في واقعنا العربي؟ وينظر العليان لقضية الحداثة وما بعد الحداثة أنها لا تزال في واقعنا العربي والإسلامي قضية محل النقاشات والمحاورات الفكرية والسياسية بين أهل الفكر والثقافة والسياسة، فكل الثقافات والحضارات لا بد لها من الرجوع إلى ماضيها فكريا وثقافيا وفلسفيا، متسائلا من أين ننطلق وماذا نأخذ من تراثنا وماذا نترك. فالحداثة ليست قطيعة مع الماضي بقدر ما هي تواصل معه، وهذه هي سنن التطور والتقدم في كل الأمم والشعوب التي تريد أن ترتقي من واقعها المتخلف إلى مرحلة أكثر تقدما ونهضة وحداثة. مشاهدينا، سيكون معنا في حوار أسبوع الصحافة هاتفيا من اسطنبول الدكتور جاسم الشمري، الكاتب والباحث بالشأن العراقي. يسرنا تفضلكم بالبقاء معنا. أهلا بكم مشاهدينا إلى حوار أسبوع الصحافة. أرحب عبر الهاتف من اسطنبول بالدكتور جاسم الشمري، الكاتب والباحث بالشأن العراقي. مرحبا بك دكتور جاسم معنا. أهلا وسهلا، شكرا لكم. أهلا بك. لنبدأ من صحيفة المدى العراقية، عنوان: هجمات تجري على ساحات الاحتجاج تزامنا مع وعود الكاظمي بمحاسبة قتلة المحتجين، وذلك بقيام بعض الجماعات المجهولة بمهاجمة ساحة التحرير وإحراق الخيم. برأيك دكتور، هل هي فعلا جماعات مجهولة ولا تعلم الحكومة عنها شيئا؟ نعم، شكرا لكم. أنا أعتقد لم يعد في العراق أي شيء يعني من الأمور المخفية، كل شيء واضح وضوح الشمس. الحكومة تعلم من هم الذين ينفذون هذه الهجمات، القوى الحاكمة في العراق تعرف هؤلاء فردا فردا، وعليه أتصور أن هنالك مخططات مرسومة لاستمرار استهداف المتظاهرين من شباب العراق من أجل محاولة تكميم أفواههم والعمل على إنهاء حالة الثورة الشعبية القائمة في البلاد. وعليه أنا لا أتصور أن الأمر هم جماعات مجهولة، بل هي ميليشيات معلومة للحكومة وللأجهزة الأمنية ولقوى الحاكمة، وهذا مخطط خطير يراد منه ضرب آمال الشعب العراقي وبالذات فئات الشباب. نعم.
دكتور، نبقى في ذات السياق، حيث تؤكد صحيفة العربية الجديد اللندنية في عنوان أيضا: الرصاص الحي استخدم ضد متظاهري النجف، الأمر الذي أدى إلى إصابات وحالات اختناق بين صفوف المتظاهرين. إذن نحن أمام رصاص حي في مواجهة المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة. إلى ماذا يدلل ذلك؟ أنا أعتقد أن دلالة واضحة على إما هي أوامر مباشرة من القائد العام للقوات المسلحة وهو مصطفى الكاظمي، أو أن هنالك قوة محلية في النجف هي التي نفذت هذا الأمر. وبالتالي في كلا الحالتين أتصور أن الكاظمي هو المسؤول عن هذا الأمر باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، سواء هو الذي أصدر الأوامر، وهذا الأمر يعني خطير، وإن لم يصدر الأوامر فهذا الأمر أخطر على اعتبار أن هنالك جهات تنفذ إرادات محلية بعيدا عن إرادة الحكومة المركزية، وبالتالي هؤلاء ينبغي تقديمهم لمحاكم عراقية لينالوا جزاء يعني استخدامهم القوة ضد الشباب السلميين في النجف. طيب دكتور، الناشط أسعد الناصري من ساحة الحبوب في ذي قار يعبر عن استغرابه من القمع الحكومي لتظاهرات النجف، ويتساءل ماذا فعل شباب النجف لتوجه لهم الضربات المباشرة بنفس أسلوب القمع الذي رأيناه في حكومة القناصين. وماذا فعل كل شباب العراق في ساحة التحرير، في الديوانية، في البصرة، في العمارة، في الناصرية، في المثنى، في الأنبار، في الموصل، في كل الأماكن؟ لم يكونوا سوى عبارة عن مجاميع من شباب العراق خرجوا بحثا عن مستقبلهم. وبالتالي الحكومات الناجحة هي التي يفترض أن تقبل رؤية شباب البلد وتسعى لحل مشاكلهم. أما مواجهة هؤلاء بالقتل والرصاص الحي فهذا يؤكد استمرار عمليات وآليات واستراتيجيات الفشل في العراق. تمام. بعد كل ذلك دكتور، هل تستطيع حكومة الكاظمي محاسبة قتلة المتظاهرين برأيك؟ طبعا في قبل يعني تسنم الكاظمي كانت هنالك آمال وآمال من أجل أن يسعى الكاظمي لهذه الخطوة، لكنه في الساعات 48 الأولى حينما حال رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي وحكومته إلى التقاعد، حينها عرفنا أن الرجل ليس جادا في قضية محاكمة قتلة شباب العراق، ذلك لأن حكومة عادل عبد المهدي وبالذات رئيس حكومتها أعتقد أنهم مسؤولون مسؤولية مباشرة وغير مباشرة عن مقتل أكثر من 700 شاب في التحرير وغيرها، وبالتالي لا أعتقد أن الحكومة جادة في محاسبة قتلة شباب العراق. طيب دكتور، ماذا عن ملف المغيبين؟ طبعا هذا ملف خطير وشائك، وبالتالي الحكومة التي تريد أن تنشر السلم المجتمعي عليها أن تبحث حتى لو عن فرد واحد من المغيبين، فما بالك ونحن نتحدث عن أكثر من 25 ألف باعتراف الحكومة وأكثر من 250 ألف آخرين باعتراف المنظمات الإقليمية والدولية. وبالتالي أعتقد أن على الحكومة واجب إنساني ووطني أن تسعى من أجل الكشف عن السجون والمعتقلات السرية التابعة للميليشيات وتقديم كافة الخاطفين للعدالة، وإلا فإن كل وعود الكاظمي ستذهب أدراج الرياح. نتحول دكتور إلى صحيفة العرب اللندنية التي تقول إن عمار الحكيم يعد لكتلة برلمانية تدعم الكاظمي وتواجه تقلبات الصدر، معتبرا إياه آخر الفرص المتاحة للطبقة السياسية الحاكمة قبل أن ينفجر غضب الشارع مجددا وينتهي إلى ما لا تحمد عقباه. برأيك ما الذي يراد من تشكيل هذه الكتلة وفي هذه الفترة تحديدا؟ أعتقد أنهم يحاولون إنقاذ البيت الشيعي، البيت السياسي الشيعي، ذلك لأنه وفقا لكلام الحكيم هي آخر محاولة إنقاذية للبيت الشيعي، ذلك لأن التجربة السابقة المريرة أثبتت فشل هؤلاء في إدارة الدولة، وبالتالي ربما هنالك محاولات
لإنعاش أو إعادة الحياة للبيت الشيعي، ولا أعتقد أن الوقت ملائم جدا ذلك، لأن في تقديري أن الأمور خرجت عن السيطرة، وأن شباب الشيعة اليوم قبل غيرهم هم الذين خرجوا على الحكومات الشيعية وعلى الأحزاب والميليشيات الشيعية المنتشرة في بغداد وجنوب العراق وبقية المدن. دكتور، في زاوية مقالات يكتب محمد عاكف في البيان الإماراتية الكاظمي في مواجهة استحقاقات أزمات خطيرة، الكاتب يرى أن الملفات التي تدفع بالعراق نحو الهاوية تزداد تراكما، وأن الحضور الإيراني في الحياة السياسية العراقية على مدى السنوات 17 المنصرمة كان أكثر وضوحا من حضور غيره من الدول. إذن ما الرسالة التي يريد الكاتب إيصالها للمتلقي عبر هذا المقال؟ يفترض أنه على الكاظمي أن ينتبه إلى ملفات أولية وخطيرة، منها ملف الميليشيات وملف المغيبين وملف القوى المعارضة الموجودة في خارج العراق، وكذلك ملف قتلة العراقيين سواء من المتظاهرين أو قبل ذلك في مراحل السنوات السوداء الماضية. وبالتالي أتصور أن هذه الملفات هي ذات أولوية، وبقية الملفات هي ملفات ثانوية، ومن يريد أن يبني العراق عليه أن يتخلص من الميليشيات ثم من قتلة المتظاهرين وعموم العراقيين بتقديمهم إلى عدالة، وكذلك السعي إلى ترميم البيت العراقي عبر مبادرة وطنية عراقية بعيدا عن القتلة والمجرمين وسراق المال العام. أيضا دكتور، هناك تساؤل في صحيفة القدس العربي نقلته من صحيفة نيويورك تايمز، هل ستقود احتجاجات الأمريكيين على مقتل فلويد إلى خسارة ترامب في الانتخابات؟ تقول جينيفر سينيور كاتبة الرأي في نيويورك تايمز إن المعلقين تنبؤوا مرارا بخسارة ترامب في الانتخابات، لكن اللحظة الحالية مختلفة. ماذا تقصد الكاتبة الأمريكية هنا باللحظة الحالية المختلفة؟ يعني أنا أعتقد أن ترامب لم يخسر حتى الساعة قضية دخول البيت الأبيض مرة ثانية. أعتقد أن القضية يعني بحاجة إلى مزيد من الصبر حتى نعرف من الذي سيفوز بالرئاسة الأمريكية، وبالتالي أتصور أن القضية العنصرية الموجودة في أمريكا ربما ستكون أحد عوامل انتصار ترامب في المظاهرات في السباق الرئاسي القادم، وربما وهذا ما أشير له دائما أنه هذه المباحثات الجارية بين بغداد وواشنطن ستقود ربما إلى صفقة تكون الحصان الذي يمكن أن يمتطيه ترامب ليفوز ثانية بالسباق الرئاسي، ذلك عبر تحجيم دور الميليشيات وربما يعني العمل على ترتيب عملية سياسية عراقية خالية من القتلة والمجرمين، وحينها ربما ستكون هذه الخطوة قادرة على الدفع بترامب باتجاه البيت الأبيض، وإلا فأعتقد أن بعض المؤشرات تشير إلى ضعف فوز الرئيس ترامب في السباق الرئاسي المقبل. أيضا دكتور، في ذات الموضوع يكتب عادل المطيري في العرب القطرية سياسة ترامب تجاه حادثة فلويد، يقول الكاتب لم يتحدث ترامب مطلقا عن مشكلة العنصرية رغم أنها هي العضال المزمن الذي يقف خلف الجريمة البشعة ضد فلويد. برأيك لماذا لم يتحدث ترامب عن العنصرية المزمنة في التاريخ الأمريكي؟ يعني هو أعتقد من الحكمة لا يتحدث عن هذا الأمر، ربما كان يفترض أن يلعن العنصرية على اعتبار أن النظام العنصري في أمريكا قد وئد منذ يعني عشرات السنين، وبالتالي ليس من الحكمة على رئيس دولة كبرى مثل الولايات المتحدة أن يتحدث عن هذا الأمر. وتعلم أن الرئيس ترامب حاول إدخال الجيش في مواجهة مع المتظاهرين، إلا أن بعض حكام الولايات رفضوا الأمر الرئاسي، وهذا يؤكد حقيقة كبيرة أن الولاة هم مع الشعب وإن رفضوا
الأمر الحكومي، وهذا يؤكد حقيقة أخرى ربما نشير بها إلى الشأن العراقي، وهي أن بعض حكام المحليين من العسكريين والمدنيين يتسابقون من أجل قتل شباب العراق، وهذه حالة مؤلمة تتناقض مع روح الانتماء للوطن. وبالتالي ربما أرى أن القيادة المحلية الأمريكية نجحت في كسر إرادة المركز الأمريكي، لأنها كانت إرادة قمعية، وبالتالي يفترض على الحكام المدنيين في العراق في المحافظات أن لا يذهبوا إلى أسلوب طبع المتظاهرين، وإنما يجب التفاهم معهم من أجل الوصول إلى حلول ترضي الجميع بعيدا عن حالة القتل والترهيب. أخيرا دكتور، في تقرير لصحيفة الشرق الأوسط، الديون والفقر ما بعد كورونا يشغلان تفكير المؤسسات الدولية، وقد تحتاج هذه المؤسسات إلى إعادة هيكلة ديونها في المستقبل. بماذا تتنبأ للوضع الاقتصادي العالمي ما بعد كورونا بدقيقة واحدة لو سمحت؟ أنا أعتقد أن الحالة كانت مؤلمة على الجميع، على الدول وعلى الأفراد، لكن على الرغم من ذلك أتصور أنه ربما خلال يعني عدة أشهر، بين 3 إلى 6 أشهر، سنرى تعافيا واضحا للاقتصاد الإقليمي والدولي، وبالتالي هي قضية انفتاح سيكون قريبا إن شاء الله بعد يعني فيروس كورونا، وبالتالي يمكن أن نرى تعافيا واضحا للاقتصاد، وربما ستشهد يعني معدلات الفقر والبطالة انخفاضا واضحا في غالبية دول العالم. نعم، إذا بهذا نختم. أشكرك دكتور جاسم الشكر الجزيل على هذا اللقاء. شكرا لكم. مشاهدينا، كان معنا هاتفيا من اسطنبول الدكتور جاسم الشمري، الكاتب والباحث بالشأن العراقي. حتى ألتقيكم في حلقة مقبلة من أسبوع الصحافة، لكم أرق التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.